هذا هو واقع الحال في سنة 60 للهجرة. الحسين عليه السلام لم يقتل فقط من قبل أناس اشتروا بالمال، لا، الحسين قتل كذلك من قبل أناس خدعوا بالشعارات الدينية أو بالمفاهيم الدينية المخلوطة أو المغلوطة. وإزاء هذا التحريف الخطير الذي رآه الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين سلام الله عليهم أجمعين، إزاء هذا التحريف الخطير الذي رأوه، وهذا التزييف والخلط المفاهيم، وهذا التوظيف السياسي للدين، كان لابد من انتفاضة حسينية تضحى بها النفوس من أجل استقامة الدين، من أجل أن لا يبقى هذا الخلط، من أجل أن تستنير الشعوب والأمم فتميز بين الدين الحق وبين الدين المسيس لمصلحة الحكام ومصلحة السياسيين. كان لابد من تضحية، كان لابد من انتفاضة يقودها أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن استلزمت أن تراق دماؤهم على رمضاء كربلاء.